مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم نفس المنطقة هي السونترفيل. واحد الموضوع مهم غنطرقوا اليوم هو واحد البوسطة كاينة وسط المدينة معروفة، الكاب ديالها كل متشردين، يعني طايحين على واحد مخبأ أو مدخل تيدخلوا من أول أمامكم، في كاينة كرتونة وفي كاينة مدربين ومكيبانش، كاين النساء وكاين الرجال عندهم علاقة غير شرعية تحت هاد البوسطة. هي اللي كانت لعقلتو شعلات العافية مرارا وتكرارا في هذا المكان. زعيم هاد العصابة أو هاد المتشردين هو الشينوي. كما سمعتوا أن كاين حركة في هاد المكان. أماكن بزاف ماشي غير هاد المكان لي نسيطرو عليه، أغلبية ديال المتشردين، يعني أماكن كتيرة لي مكيلتفتوش ليها السلطات أو المسؤولين على هاد الحي، تيديرو مبغاو أغلبية ديال الصراصير والطوبات موجودين، يعني غير المتشردين، يعني هاد المكان كتشكى منو الساكنين، يعني هاد الكاب كبير تحت.